بتحبيني قد ايه؟ كتير قوي حبيبي بجد؟ يوه على موبايلك ده هو بيسكوتش؟ انا حاسس ان هو بيفرق بينا، ما تقفليه بقى. لا ده فوزي. يا ساتر ده نحس ووشه نحس. ايوه يا فوزي. ايه الخبر الوحش ده؟ مش قلت لك فقري؟ اخد براءه؟ ايوه يا ستي خد براءه وموقفك كده اصبح في منتهى الخطوره يا زهره. الاستاذ عيسو قال له انه جدد الاستئناف في حكم الطلاق اللي فات، وكده ممكن يكسب الاستئناف وموقفك يبقى في منتهى الخطوره يا زهره ويردك لعصمته. ايه اللي انت بتقوله ده يا فوزي؟ معقوله؟ يعني ايه ساعتها يبقى جوازي من فريد باطل؟ هو مين ده اللي باطل؟ انت عبيط ولا ايه؟ ايوه يا ستي باطل. انا من رأيي انكم تفضلوا هناك لحد ما اقول لك الامور هتوصل لايه. مع السلامه. الظاهر ان المسائل اتعقدت قوي يا بت يا نوال. بصراحه حكايه ليها العجب. تفتكر فعلا الحاج فرج ممكن يرجعها لقسمته حقيقي؟ يا حبيبتي انا مش قادر افهم انت ليه قلقانه كده. ما قلقش بس، ازاي يا فريد؟ لو كسب القضيه دي معناه ان انا عزمت اتنين. يا ستي ولا يهمك، دي قضيه خسرانه 100%. ما تستهونش فرج ابو اليسر، ده راجل عنيد، لو حط حاجه في دماغه لازم يعملها. وانت كمان ما تستهونيش بجوزك فريد المغربي، انا ليا قرايب جامدين قوي يقلبوا البلد دي ويعملوا اللي احنا عايزينه. يعني انت شايف ان الموضوع مش خطير؟ خطير بالنسبه للناس اللي ملهاش ظهر. وبعدين انا شايف اساسا الموضوع ده مش منطقي. يعني ايه واحده تحصل على الطلاق وبناء عليه تتجوز تاني، بعد شويه يرجع جوزها الاولاني ويقول دي مراتي؟ ازاي عايز يرجعك وانت على ذمتي؟ وانا ايه؟ برميل ترشي؟ مش فاهم ايه اللي عجبها في اللي اسمه فريد ده كمان. يا ابني القلب ما يريد. قلب ايه ويريد ايه؟ امال الحب اللي كانت بتحبه لماجد ده كان ايه؟ مش بيقولوا ان بعيد عن العين بعيد عن القلب؟ هو ايه اللي بعيد عن العين ولا بعيد عن القلب؟ ده اللي يشوف الحزن اللي حزنته عليه لما مات يقول دي مش هتعرف راجل تاني في الدنيا دي كلها بعد اللي اسمه ماجد. اهو انت في كلامك ده عندك حق. اللي تتجوز واحد زي ماجد ده تطلق كل الرجاله حتى بعد ما يموت. لا يا شيخه، ومالك كده كل ما تيجي سيره ماجد ده تتحسري؟ يعني هو انت اللي كنت متجوزاه ولا زهره؟